السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هناخد درس جديد من دروس الجغرافيا للصف الخامس الابتدائي، وهو درس الموارد المائيه وتنميتها. طبعا احنا عارفين يا اولاد ان الميه مهمه جدا للحياه على سطح الارض، وانه الميه هي سر من اسرار الحياه، ومن غير مياه لا توجد حياه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. اذا الميه دي سر من اسرار الحياه ومهمه جدا لوجود الحياه على سطح الارض. طب تعالوا نشوف بقى موارد الميه الموجوده عندنا في مصر. موارد الميه الموجوده في مصر متنوعه، في موارد ميه عذبه وموارد ميه مالحه. موارد الميه العذبه زي نهر النيل، زي البحيرات العذبه زي بحيره ناصر، وزي المياه الجوفيه العذبه وزي الامطار. اما موارد الميه المالحه زي البحر المتوسط والبحر الاحمر والمياه الجوفيه المالحه والبحيرات المالحه زي بحيره قارون. طبعا في شمال مصر 5 بحيرات مالحة، اللي هم برداويل، منزلة، بيرولوس، إتكو، مريوط. دي من ضمن البحيرات المالحة الموجودة في مصر. طب يبقى إذن احنا عرفنا ان موارد المية في مصر متنوعة، مية عذبة ومية مالحة. طب تعالوا نشوف بقى أهمية المية العذبة ايه. يا ترى المية العذبة ليه أهمية؟ طبعا مين فينا ما بيشربش يا ولد مية؟ يبقى إذن دي أول حاجة. يبقى احنا عارفين أهمية المية العذبة، كلنا عارفينها. أول حاجة إنها مصدر للشرب والأغراض المنزلية. 2 إنها بتساعد على قيام الزراعة. 3 مصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية زي السد العالي. 4 بتعتبر طرق نقل مهمة ورخيصة زي نهر النيل. مش نهر النيل بيستخدم كطريق للنقل المائي؟ يبقى إذن نهر النيل أهميته إنه بيستخدم كطريق للنقل المائي الداخلي، وهو من أرخص أنواع النقل. يبقى إذا لو جاء سؤال بما تفسر أهمية نهر النيل، إنه بيستخدم كطريق للنقل المائي الداخلي وهو أرخص أنواع النقل. يبقى إحنا عرفنا إن أهمية المياه العذبة 4 زي اللي إحنا قلناهم واللي موجودين عندنا: مصدر للشرب والأغراض المنزلية، ساعد على قيام الزراعة، مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية من السد العالي، وطرق نقل هامة ورخيصة. طيب تعالوا لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، السد العالي. أهمية السد العالي إيه؟ حمى مصر من خطر الفيضان والجفاف، ومصدر لتوليد الكهرباء. وبالتالي هنا بيجي سؤال مهم جدا: بما تفسر أهمية السد العالي؟ حمى مصر من خطر الفيضان والجفاف، وكمان مصدر لتوليد الطاقة الكهربائية. لازم كمان نعرف إن المية الجوفية مهمة يا أولاد، لأنه في واحات زي واحة سيوة بتعتمد الحياة فيها على المياه الجوفية. وهنا بيجي سؤال: بما تفسر وجود حياة في واحة سيوة بسبب وجود المياه الايه؟ الجوفية. اكمل: تعتمد الحياة في واحة سيوة على نقط على المياه الايه؟ الجوفية. الساحل الشمالي لمصر لازم نعرف ان هو بتعتمد فيه الزراعة على الامطار الشتوية. يبقى اذا الساحل الشمالي لمصر بتعتمد فيه الزراعة على مياه الامطار الايه؟ الشتوية. وزي ما قلنا بما تفسر أهمية السد العالي، إن حمى مصر من خطر الفيضان والجفاف، ومصدر لتوليد الكهرباء. طب يعني إيه فيضان ويعني إيه جفاف؟ الفيضان هو زيادة منسوب المياه، أما الجفاف هو ندرة الأمطار. ده بالنسبة لتعريف الفيضان والجفاف. عرفنا المياه العذبة، خدنا أمثلة على موارد المياه العذبة في مصر، عرفنا أهمية المية العذبة الأربعة اللي احنا اتكلمنا فيهم، أهمية السد العالي قلناها، أهمية نهر النيل، وخدنا إن واحد سيوة بتعتمد على المياه الجوفية، وإن الساحل الشمالي لمصر بتعتمد الزراعة فيها على الأمطار الشتوية. طب يا ترى المية المالحة ليها أهمية زي المية العذبة؟ طبعا. طب إيه أهمية المية المالحة؟ 1 بيستخرج منها الأملاح زي ملح الطعام، 2 مصدر لإنتاج الأسماك، 3 بتستخدم في نقل البحري، 4 بيستخرج من قاع البحار البترول والغاز الطبيعي. دي أهمية المية المالحة. ودي خريطة زي ما احنا كنا قلنا على البحيرات الموجودة في شمال مصر: بحيرة البرداويل اللي موجودة في شبه جزيرة سيناء، والمنزلة البرولوس، إتكو، ماريوت. يبقى احنا كده قلنا أهمية المية المالحة. يبقى زي ما المية العذبة ليها أهمية، كمان المية المالحة ليها أهمية. طب يا ترى المية العذبة والمالحة بيتعرضوا للتلوث؟ طبعا. طب ايه سبب التلوث المياه العذبة والمالحة؟ وهنا سؤال: بما تفسر سبب تلوث المياه العذبة والمالحة؟ 1 إلقاء مخلفات السفن، 2 تسريب زيوت البترول من ناقلات البترول. عندنا زي السفينة اللي احنا شايفينها دي يا ولاد، السفينة دي عملت تسريب كبير للزيوت في البحر، وبالتالي دي أدت إلى تلوث مياه البحر. يبقى تسريب زيوت البترول، إلقاء مخلفات السفن، تصريف مياه الصرف الزراعي. طبعا مية الصرف الزراعي أولاد بتبقى مليانة مبيدات وأسمدة كيماوية، وبالتالي بتلوث لمية النهر أو البحر اللي عندي.
كمان ايه القاء مخلفات الصرف الصحي والصناعي، كل دي اسباب بتؤدي الى تلوث المياه. طب يا ترى احنا في مجهود الدوله بتبذله عشان تعالج التلوث اللي بيحصل؟ طب ايه الجهود اللي بتبذلها الدوله لتنميه او لحمايه المياه من التلوث؟ 1- زياده حملات التوعيه باهميه ترشيد استهلاك المياه. 2- معالجه مخلفات الصرف الصحي والصناعي وميه الصرف الزراعي. اذا كل دي جهود بتبذلها الدوله علشان تحمي المياه من التلوث. يبقى احنا الدرس بتاعنا اتكلمنا فيه عن المياه العذبه والمياه المالحه وخدنا امثله لكل منهم، كمان اتكلمنا فيه عن أهمية المية العذبة وأهمية المية المالحة، كمان ذكرنا أسباب تلوث المياه العذبة والمالحة وجهود الدولة لحماية المية من التلوث. ده بالنسبة للعناصر اللي أخذناها وتناولناها في الدرس بتاعنا النهاردة. بكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، أشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.